يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن وسائل الدعوة ليست بتوقيفية، فيحتج بذلك على جواز الدعوة إلى الله بالأناشيد والمسرحيات وغيرها؟ في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. وسائل الدعوة ليست توقيفية، بل كل زمان له وسائل، مثل الآن الميكروفون هذا من وسائل الدعوة، بلغ الناس، خطب، الإذاعة ما كانت موجودة فهي من وسائل الدعوة، هذه الوسائل غير المنهج. المنهج مذكور في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالمنهج توقيفي وليس منه المسارح والأناشيد، هذا منهج. الرسول لم يستعمل الأناشيد في الدعوة، لم يستعمل المسرحيات والتمثيليات في الدعوة، ولا أحد ممن سبق من أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستعملون هذه الأشياء. نعم، وليست هذه من وسائل الدعوة، هذه من وسائل التغفيل وإضاعة الوقت، أو من وسائل الحزبيين يتخذون الأناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى جماعتهم، فهي شعارهم الأناشيد. أو الصوفية الذين يتخذون الأناشيد عبادة لله عز وجل. نعم، ذلك من منهج الدعوة الأصل أن يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة، يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون إلى التوحيد وإخلاص العقيدة أولا، ثم يدعون بعد ذلك إلى بقية أحكام الدين. يبدأ بالعقيدة. هؤلاء يقولون: لا، لا تذكرون العقيدة، تنفرون الناس. خلوا الناس على عقائدهم ورغبوهم وتألفوهم واجمعوهم ولو على عقيدة باطلة. ولذلك يجتمع عندهم الشيعي وحتى النصراني يجتمع عندهم، والصوفي والقبوري، هذا ما ينفع أبدا، ولا هذا من منهج الدعوة. نعم.